أطيل عليكم، قد طلب مني أن أتحدث عن يعني بكلمة عن العائلة النيفرية، فأقول لكم أعلموا أن الأسرة النيفرية لها الفضل، لها في الفضل آثار تذكر فتحمد، قد أنجبت العلماء الأفاضل والحكام النزهاء والتجار الأمناء والعدول الأتقياء الذين نشأوا على البر والتقوى، وقاموا بالأعباء الثقيلة والأعمال الجليلة بسيرة وفكرة سليمة. ولبعض رجالها من أهل العلم والقضاة النزهاء والتجار الأتقياء لهم هذا، لهم تراجم دونها لهم المؤرخون من التونسيين وغير التونسيين، منهم الشيخ أحمد بن أبي الضياف في تاريخه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، وقد قال عند الترجمة للشيخ محمد النيفر الأكبر في جزئه الثالث من كتابه إن أهل هذا البيت بيت شرف أصله من صفاقس، وترجم له الشيخ محمد السنوسي في كتابه مسامرات الظريف بحسن التعريف، كما ترجم له الشيخ محمد مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، فقال عنهم كانوا يلبسون العمامة الخضراء علامة على شرفهم. وقال الشيخ محمد بن الخوجة عند الترجمة للشيخ محمد النيفر الذي هو جدنا صاحب كتاب عنوان الأريم ولا خلاف في انتسابهم لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك عرفناهم كما عرفهم سلفنا من قبلهم، ويؤيده التاريخ والجرايات الرسمية التي كان بعضهم يتقاضونها. وترجم لهم كذلك أخيرا الشيخ عبد الحفيظ الكتاني في كتابه فهرس الفهارس. وإذا أردنا أن نتحدث عن أصل هذه الأسرة فنقول أن هذه الأسرة تنحدر من أصل شريف طاهر يتصل نسبا بسيدنا الحسين وبالإمام علي وبالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، فعائلتنا فرع من فروعهم. ونحن وأخيرا فنحن من عائلة الشيخ أحمد الرفاعي، أحمد الرفاعي ابن علي ابن أحمد ابن يحيى ابن حازم ابن رفاعة المغربي الحسيني. والشيخ الرفاعي كان أكثر الناس اتباعا للسنة وأشدهم تجنبا لمظان البدعة، وكان أصحابه سالكين مسلكه متشبثين باتباعه، ولا زال لهم في المدينة المنورة نسب بهذا اللقب. هذا وإن بعض بعض علماء الشام أخبر بأنه اطلع على كتاب ألفه الشيخ أبو الهدى الصيادي نسبا وطريقا أسماه الجوهر الشفاف في نسب السادة الرفاعية الأشراف، ذكر فيه فروع الرفاعية في بلاد مختلفة وأن فرعا منهم بتونس، فنحن رفاعي الأصل شرفاء النسب. وقد استقر فرع هذه العائلة أولا بصفاقس واشتغل بالتجارة، وكانت العائلة تعرف بعائلة الرفاعي، ثم اشتهرت بعائلة النيفر إلى الآن، ولكن هذا اللقب يحمله كثير من العائلات في صفاقس وفي القيروان وفي بلاد الهند، ولكن هؤلاء العائلة لا أصل لهم لعائلتنا. ثم انطلق فرع منهم من صفاقس إلى الحاضرة في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة سنة 1110 هجريا 1698 ميلاديا، وكان ممن استقر بتونس المرأة فاطمة بنت السيد أحمد النيفر، فقد اشترت عقارا بنهج القرامل بتونس وحبسته على خمسة من أفراد عائلتها، وهم ابنها علي ابن عبد شاوش ابن مصطفى تركي، وأبناء شقيقها محمد وهم أحمد ومحمد وعلي وأبو النور. وهؤلاء الأربعة بقي منهم اثنان بتونس وانتقل الآخران إلى القاهرة واشتغل بالتجارة، ولم يبق من عقبها في تونس إلا أبو النور الذي احترف التجارة بسوق القوافي بالعاصمة، ثم انتقل لسوق العطارين، وترك ولدا يدعى قاسما اشتغل كذلك بالتجارة في سوق القوافي أيضا. قد خلف قاسما هذا ستا من الأبناء وهم محمد الأكبر والصادق المتوفي صغيرا
والشيخ صالح والشيخ محمود والشيخ محمد بالفتح والشيخ حمدان. وقد سالك ثلاثة منهم وهم الشيخ محمد الأكبر والشيخ صالح والشيخ حمدان، سلكوا طريق العلم فكانوا من العلماء الأعلام. أما الأثنان البقيان وهم محمود ومحمد الفتح فقد سلكوا سبيل التجارة. أما العلماء النيافة الأعلام فأذكر منه أولا هو الشيخ محمد النيفر الأكبر المولود سنة 1222 هجري 1807 ميلادي، وكان عالما فقيها انتصب للتدريس بجامع الزيتونة، ثم ولي الفتوى بتونس، وتوفي بالبقيع سنة 1227 1866 هجريا في حجته الثالثة. ثم شقيقه الشيخ صالح المولود سنة 1220 ميلادي، قد ولي التدريس بالجامع الأعظم أيضا، وانتدب لخطة الفتوى ثم لخطة القضاء، وأسندت له رئاسة مجلس الجنايات بتونس ثم الإمامة الكبرى بجامع الزيتونة الجامع الأعظم حتى أدركته الوفاة. ثم شقيقه محمد بالفتح المولود في سنة 1234 هجري 1822 ميلادي، وقد ولي التدريس بجامع الأعظم أيضا، ثم انتدب عضوا بمجلس التحقيق ثم ولي القضاء بها وتوفي سنة 1312 هجري 1924 ميلادي. ثم الشيخ محمد الطاهر ابن الشيخ محمد الأكبر المولود في سنة 1246 قد ولي التدريس بالجامع الأعظم أي كذلك، ثم سمي عضوا بالمجلس الجنائي، ثم ولي الإمامة بجامع ببحر، ثم ولي قضاء الجماعة، وكان يضرب به المثل في العدالة والنزاهة، ويحرص على استقلال القضاء، ويأنف التدخل في النوازل، وتوفي سنة 1316 هجري 1874 ميلادي. ثم خلفه شقيقه العلامة الشيخ محمد طيب النيفر وهو جدنا أكبر وهو جد والدي المولود 1248 هجري 1862 ميلادي، وكان عالما جليدا خاتمة المحدثين بالقطر الإفريقي، وتقلب في خطة عالية منها التدريس بجامع الزيتونة، ثم ولي القضاء، ثم لما كبر سنه طلب الأعفاء ونقل لخطة الفتوى، ثم أصبح كبير أهل الفتوى، وتوفي عن تلك الخطة سنة 1345 ميلادي هجري 1927 ميلادي. ثم خلفه جدي وهو الشيخ محمد النيفر المولود سنة 1277 1860 والذي لم يشتغل بالقضاء، وكان شاعرا فحلا وكاتبا بليغا كثير التأليف، ومن أشهر كتبه كتابه في الأدب كتاب عنوان الأريب عما نشأ في البلاد التونسية من عالم أريب، وهو في التاريخ كتاب حسن البيان عما بلغته أفريقية من السلطة والعمران، وتوفي سنة 1330 هجري 1911 ميلادي، وله عديد الرسائل والتأليف التي ستذكر فيما بعد. ثم سمي بعده الشيخ الصادق النيفر رحمه الله قاضيا سنة 1341 1922، ثم سمي بعده الشيخ محمد بشير النيفر مفتيا ثم قاضيا، ثم أعيد لخطة الإفتاء في سنة 1362 1943 هجري ميلادي. والحديث عن خطة القضاء في العائلة النيفرية، وباختصار فأقول اعلموا أن أيها الأفاضل أنه عين لخطة القضاء المالكي من العائلة النيفرية عديد العلماء، أولهم الشيخ محمد النيفر الأكبر، ثم سمي بعده الشيخ فرح النيفر، ثم سمي بعده الشيخ محمد النيفر، ثم سمي بعده الشيخ طاهر النيفر، ثم سمي بعده الشيخ محمد طيب النيفر، ثم سمي بعده الشيخ صادق النيفر، ثم سمي بعده الشيخ محمد بشير النيفر، ثم سمي بعده الشيخ أحمد المهدي النيفر والشيخ إبراهيم النيفر، سموا مفاتة مالكية بالبلاد التونسية. وكنت أنا محمد مختار النيفر آخر من اشتغل بالقضاء من أفراد العائلة، ثم عينت بعد إحالتي على المعاش إماما وخطيبا بجامع السلام بمتولفين منذ فتح عام 2000، وإلى الآن ما زلت إماما أخطب خطبة الجمعة.
وأني أشكر لكم أيها الإخوان حسن الاستماع لهذا الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.